كذلك شروق تي في. يلا نروح إلى راح نزور بلد ولكن من خلال مجموعة من الشباب الجزائري، راح نتعرفوا على ثقافة أخرى، ثقافة يمكن كثير من الشباب المراهق اليوم أو يعني هذه الثقافة اللي أخذت حيز من هواياته يمكن من بحوثه، ويعني مثل ما الشباب اللي محاضرين معنا اليوم في بلاطو برنامج صباح شروق اللي يمثلوا مجموعة وان تيم ديزاد بحضور كل من الأعضاء انتحى أسامة قول بورغاز أو المعروف بمونغا. نعم، نرحب بك منشط في تيم ولا وان تيم ديزاد. نعم اوكي. وكذلك راح يحضر معنا وسام نهاري عضو كذلك في هذا الفريق، نرحب بك وسام. الله يسلمك. اذا خلينا نحكوا على صاحب فكره تاسيس هذه المجموعه او الجروب اللي راكم تنشطوا فيه وبكثره. صاحب الفكره هو مسيو جعفر المعروف بجو، هو اللي جاته الفكره باش ياسس هذه المجموعه. كيفاش تم تاسيس هذا الجروب؟ اسكو كان انه اتصل بكم ولا كان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ولا هي؟ احنا كنا ديزامي، كنا اصحاب نورمال، نتلاقاو نورمال، ومن بعد جاته هذه الفكره باش يكري هذا الجروب. قال لنا بوركوا با ما نديروش كذا. سينا، قلنا نسيو بوركوا با. البدايه يعني في بدايه تاسيس هذا الجروب وش هو الهدف منه؟ يعني اول هدف كان مسطر من خلال هذه المجموعه اللي اسستوها. نبينوا الثقافه الكوريه في الجزائر. تهتموا فقط بالثقافه الكوريه. نعم. مش نعم. ثقافات اخرى. لا، الثقافه الكوريه. اوكي. نحكي خاصه الغناء تاع الكوريا، باسكو هما اللي تبعوا بزاف. اوكي. وهذا هو السبب يمكن تسميتك يعني الاسم المشهور به، انت مونغا؟ نعم مونغا. يعني على وش هو سبب التسميه؟ عطينا. هي مونغا جات ملي كنت صغير في حومتي، كانوا يعيطوا لي هكذا كارديتو. اوكي. نحكوا على الثقافه الكوريه اليوم في اوساط الشباب الجزائري المراهقين وسام. يعني كيفاش ملتوا الى هذه الثقافه؟ وش هو الشيء اللي جذبكم في هذه الثقافه على غرار ثقافات اخرى وعلى غرار بلدان اخرى؟ الثقافه تاعهم عجبت بزاف الشباب الجزائري باسكو فيها بزاف عفايس كما الغناء تاع كوريا. فيه راحت. وش فيه يعني وش هو الشيء اللي يميز الاغاني الكوريه عن باقي يمكن الاغاني الاخرى والايقاع الاخرى الطبوع اخرى؟ هما الحاجه اللي تميزهم بزاف سي في الكليب تاعهم، انت في ليزانفي تاعهم يكون الغناء ومام تو الرقص، معناتها يغني ومام تو يشطحوا، ومع اللباس تاعهم دائما يحافظوا على التقاليد تاعهم، التقاليد تاعهم هايله. تقول اطيرونا، عجبونا. يعني الغناء الاستعراضي وهذا الشيء اللي جذبكم. نعم. في الاغاني الكوريه وخلاكم انكم تقوموا كذلك، يعني راكم تقوموا ببحوث عن هذه الثقافه. نعم، نحوسوا عليها. نحوسوا على التقاليد تاعهم، الاكل تاعهم التقليدي، اللباس التقليدي، كيفاش كانوا يعيشوا في الحروب كذا، باسكو كانوا هم عايشين في حروب. احنا مهتمين بزاف بهذا البلد. يعني بهذا بالثقافه الكوريه، ولكن علاش ما كانش لكم اهتمام او يعني ملتوش الى الثقافه مثلا الهنديه؟ نعرفوا ان كذلك الاغاني نتاعهم فيها نوع من الاستعراض، رقص وكذلك غناء. احنا من الثقافه الكوريه باسكو صبنا بلي هنا في الجزائر كاين بزاف لي فان تاعهم، كاين بزاف عباد يتبعوا هذه الثقافه. كيفاش عرفتوا انه عندهم يمكن جمهور هون في الجزائر؟ ايه، مع الاول كيسيه وقالوا شافوا عباد هكا شويه كاين يحبوا، بعد كي داروا ايفانمون ولاو بزاف عباد يجوا. اقبال جماهيري. ولاو يسمعوا واحد يقول واحد يعجبوا الغناء هذاك يقعد ثاني فان هكذا. يعني لما تقوموا بالانشطه يعني اللي تهم هذا الثقافه، الثقافه الكوريه، يكون هناك اقبال على هذا؟ اقبال كبير. نعم. كبير. يعني وان كان فيه يعني اسكو عندكم تنسيق مع السفاره الكوريه هنا؟ نعم. في الجزائر جانا ديجا مسيو الكونسول ليفانمون تاعنا اللي درناه في المارس العام اللي فات. جانا الكونسول وعجبوا بزاف، وكي شاف بلي كاين بزاف لي فان تاع الثقافه الكوريه، الكي بوب، الغناء تاع كي بوب في الجزائر، حتى في لا سيمان كوريان اللي يديروها شاك عام هنا في الجزائر، دخل هذا لا روبريك، دخل الغناء كي بوب مع البروغرام تاعو.
يعني دائما يكون لكم نقولوا العيد الوطني نتاعهم يعني يكون لكم حضور. وفيما يخص نعرفوا انه كوريا عندها لغتهم الخاصه، يعني ما كانش لكم صعوبات انكم تتعلموا هذه اللغه وحتى انكم توصلوا هذه الرساله وتتعاملوا مع اشخاص كوريين؟ لا، هما يهضروا انجلي وشويه نحن ثاني نتعلموا شويه كوريا ومام طون كي نحصلوا نهضروا انجلي. اسكو يعني كان لكم تواصل مع، نعرفوا انكم تقوموا بعروض لاعاده اعمال مشهوره وعرفت رواج كبير كسوا في كوريا وحتى في العالم، اسكو تواصلوا معكم يعني نقولوا اصحاب هذا الاغاني او اصحاب هذه المشاريع اللي انتم مازال ما وصلناش لهذه المرحله؟ انا نسيو ان شاء الله. لو سمحت الفرصة أنكم جمعتكم مع أحد الفرق الكورية حتى تقدموا عرض حي في الجزائر ولا لما لا في كوريا، شو هي الفريق اللي حتختاروه؟ بي تي اس. عندكم نفس الميول كامل الفريق؟ لا بلوبار هي في الجزائر كاين دو جروب اللي يحبوهم بزاف، بي تي اس وإكسو. مي كي نشوفوا عالميا بي تي اس اللي يحبوهم بزاف. هذا فيما يخص يعني الفرق اللي تحبوها ومتأثرين بها في هذا الفريق وان تيم ديزت. نحكو كذلك نعرفوا انكم راكم حين تقوموا بنشاط خلال هذا في 29 من شهر ديسمبر المقبل، نحكو على هذا النشاط لحين راكم تحضروا له. كي بوب جالكسي اسمها الايفنمون هذا، حنديروا فيه بزاف انشطه كما عرض غناء ورقص، كاين الكونكور تاع الديسان. اوكي يعني مسابقات راح تقام على هذا الشيء، جوائز وكذا كاين، والفائز في هذه المسابقات يتحصل على جوائز لتروفي وشهادات ودي كادو وحده. وفيما يخص الضيوف، هل فيه ضيوف؟ نعرفوا انه الدعوه موجهه الى كل الجمهور الجزائري، ولكن هل فيه جمهور كوري راح يكون حاضر؟ نعم، رحنا عند مسيو الكونسول تاع لاكوري قال لنا نورمالمون يجي، مازال هذه الايامات ان شاء الله يعاود يكونتاكتينا ويمد لنا لاكوفيسيال ان شاء الله. هذا الموعد اللي راح يجمع كل الجمهور الجزائري وان تيم دي زاد مع يعني في بقاعة الأطلس. نعم. على الساعة ان شاء الله نبدا، يعني من 9 صباحا، لانه راح تخللها مجموعه من النشاطات. نعم. على هامش هذا النشاط اللي راح تقوموا به هو تعريف دائما بالثقافه الكوريه. نحكو كذلك هذا فيما يخص اليوم 29 من شهر ديسمبر، ولكن كانت فيه عندكم نشاطات اخرى نحكو عليها، نحكو على اقبال الجمهور، تفاعلوا معكم. احنا بدينا نخدموا الكي بوب، بدينا نخدموه من 2016، صافي قريب 3 سنين وحنا نخدموا في الثقافه الكوريه. صح ليفانمون الاول ما جاوناش بزاف غاشي، جاو ابري 200 300، مي مع الوقت ولو شاك ايفنمون يجوز يولوا الغاشي يزيد ويزيد. حتى لا ديغنيغ فوا درنا في لاصال ابن زيدون، تعمرت لاصال فوق اللازم وقعدوا برا، تالمو ما جاو بلوس 2000 بيرسون. كاين بزاف اقبال لهاد الثقافه في الجزائر هنا. يجوا من حتى من ولايات واحده اخرى لعندنا. يعني نشوفوا انكم يعني شباب الجزائر مازالوا يدرس، مازالكم ما كملتوش الدراسه نتاعكم، ولكن عندكم اهتمام يعني بالثقافه الكوريه، يعني كيفاش تشوفوا نظره المجتمع لكم؟ كاين وكاين، كاين اللي يتقبلوها يقول لك حاجه مليحه ثقافه هكا، كاين اللي يقول لك يتبعوا شناوه، هما ماشي شناوه شي، باسكو كاين ديفيرونس. كاين اللي يقول لك طيب تبعوا شناوه، كاين اللي يقول لك يشبه الطفله، كل واحد وشي يعني. كاين اللي يتقبل هذا الفكره. نعم. كاين اللي كان ضد هذا. نعم. الفكره، لانه علاش يمكن ما تروجوش للثقافه نتاعكم، تروجوا لثقافات اخرى، وهذه هي لازم انه دائما تكون هناك تنوع في الثقافات، اختلاف وتبادل الافكار فيما يخص هكذا، باش نخلو المجتمع الكوري قريب من المجتمع الجزائري، المجتمع الجزائري كذلك قريب من المجتمع الكوري. كانت لكم زياره لكوريا ولا لا؟ نو ان شاء الله قريب ان شاء الله، ماذا بينا. راكم تفكروا في هذا الشيء؟ نعم. جاتكم نعم. الفرصة من السفير؟ أنا بيرسونالمون نخمم فيها بزاف. وما خممتوش أنكم تعلموا اللغة الكورية؟ تعلمت، كاين اللي تعلموا، أنا تعلمت زعما شوية بصح أنا حابة ندخل زعما. واش تعلمت؟ يلا صباح الخير بالكورية. أنياسيو. أنياسيو. سالي سالي. يلا ما تقدروش تعطونا يعني كلمة صباح الشروق بالكورية؟
نصعبوها لكم شويه ولا لا؟ لا يلا تعلموا على بروشين فوا اكيد تكون معنا في البلاطو يعني راح تكون هو السين تاع الحلقه. يعطيكم الصحه، نورتونا بالحضور نتاعكم. اسامه بورغاز المعروف بمونغا وعضو من اعضاء وان تيم دي زاد، وكذلك كانت معنا حضره وسام نهاري كذلك عضو في فرقه او فريق وان تيم دي زاد. نتمنوا لكم التوفيق، وفقط نذكروا بالموعد الثقافي التظاهر اللي راح تقوموا بها عن الثقافه الكوريه هنا بالجزائر في 29 من شهر ديسمبر من 9 صباحا بقاعه الاطلس. هكذا تعرفوا اكثر على عروض عن الثقافه الكوريه من رقص، غناء، وكذلك رسم، وتتخلوا مجموعه من النشاطات. كونوا في الموعد.